السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا المشروع تاع التهيئة تاع البحيرة تاع هضبة اللاسلكي التي تقع حوالي 800 متر على علو على مدينة تلمسان. وهنا نشوف البحيرة تاع اللاسلكي وكذلك الهضبة هنا تاع اللاسلكي وهنا البحيرة نتاع اللاستي وهنا نشوف الهضبة نتاع اللاستي وهذه هنا المدينة تاع تلمسان إذا التي تقع أسفل الهضبة. هنا نقترب نحاول نقترب ونشوف التهيئة حول البحيرة هذه. أنا نلاحظ أنه يعني البحيرة جميلة جدا، الشكل تاعها جميل جدا وفيه الآن أشغال هي متواصلة لإعادة تهيئة هذه البحيرة التي كانت مهملة لفترة طويلة. الآن فيه أشغال تهيئة إن شاء الله. نشوفوا هنايا في الجهة الجنوبية هنايا سلسلة من الأشجار كثيفة سوف نشاهدها في الصور، يعني مكان رائع للتنزه وقضاء وقت وأكل، يعني فيه ممكن دير بيكنيك ثم يعني رائع وعلى ضفاف البحيرة هذه. ومن الجهة الشمالية نشوف مساحة كبيرة جدا، يعني العشب الطبيعي غائب، يعني حبذا لو يكون فيه درس عشب طبيعي والاعتناء به وتكون فيه ألعب للأطفال، يعني بتكون تهيئة بمقاييس يعني جيدة باستعمال مواد جيدة. إذا إن شاء الله تكون فيها تهيئة في المستوى. نخليكم تتابعون الصور نتاع البحيرة هذه، والسلام عليكم.